إن هذا القرآن لم ينزل ليكون طرفا تزين بها رفوف المنازل، ولم ينزل ليكون تعاويذ تعلق في أعناق المخبولين، ولم ينزل ليكون ترنيمات تفتتح بها وتختتم بها الحصص الإذاعية. نزل هذا القرآن ليقام به في الليل ويحكم به في النهار، إذا نام عنه حفظته ليلة وهجر الحكم به نهارا فماذا بقاؤه على وجه الأرض؟ هو أكرم على الله من ذلك، هو كلامه تعالى، منه بدأ وإليه يعود. هذا القرآن الذي يكفينا من الحديث عنه أن نستمع إليه يتحدث عن نفسه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين إمام المرسلين في 23 حجة، فأكمل الله به الدين وأوضح به السبيل وأقام به الملة العوجاء وفتح به أعينا عميا وآذانا صمة وقلوبا غلفة. هذا القرآن أصبح اليوم لا أستطيع أن أقول هلك الناس، لأن في الحديث إذا سمعتم الرسول يقول هلك الناس فهو أهلكهم، ولكن أقول أصبح اليوم مهجورا، هجرت تعاليمه وهجرت آدابه وهجرت أحكامه. لكأني برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرنا يقول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لكأني بالشاب الذي علمه أهل بيته القرآن في القرية أو في الحي فهبط إلى المصر يلتمس العمل، ينتظر فرص الامتحانات والمسابقات، فيتصل بأترابه في المدينة فلا يزالون به يفتلون له في الذروة والغارب حتى يهجر القرآن. لكأني به وهو يعض على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. هذا القرآن الذي أتم الله به الدين، آخر آية من أحكامه قال فيها رجل من اليهود للخليفة عمر بن الخطاب آية في كتابكم تقرؤونها، لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. يقول الخليفة أية آية هي؟ فيقول اليهودي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذا شرعنا نعلم أبناءنا العقائد لا نلتفت إلى عقيدة القرآن، بل نفزع إلى عقيدة مشوبة بفلسفات اليونان. وإذا شرعنا نعلمهم الأحكام نبتعد بهم عن استنباط الأحكام من آيات القرآن. وإذا شرعنا نعلمهم الأخلاق نلجأ إلى تصوف مشوب برياضة الهنود ورهبانية النصارى وعقلانية اليهود. ما بالنا نبحث عن العقائد عند الفلاسفة ونهمل عقيدة القرآن؟